فاعلموا أن هذه الدنيا دار صرام لا دار دواء، ودار عبور لا دار حبور، ودار نفاد لا دار إخلاد. دار أهلها يتحولون، وسكانها يرتحلون، ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم يختصمون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولذلك يجب على المسلم أن يكون مخبتا لربه، منيبا إليه، مطيعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، يتقرب إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. ويجب عليه أن يكون لله خائفا وجلا، فإن ذلك حري به أن يسلك به سبل النجاة وطرق السلام. فإذا كان المسلم في هذه الدنيا خائفا من الله جل وعلا، مراقبا لله سبحانه في جميع أعماله، يتقرب إليه بفعل الطاعات ويبتعد عما يغضبه، فإن له الأمن التام يوم القيامة. والعكس بالعكس، إن كان هذا الإنسان ممن اقترف المعاصي والآثام ولم يراقب الله جل وعلا في سر ولا جهر، فإن هذا قد توعد بالخوف يوم القيامة. إخواننا، ألم يتفكر الإنسان في حقيقته ومنتهاه؟ لا بد له من يوم سيرحل عن هذه الدنيا وسيفارق ويودع هذه الدنيا، فإلى ماذا سينتهي أمره؟ وعلى ماذا سيقدم؟ عش في هذه الدنيا طويلا، وتمتع في هذه الدنيا وملذاتها، والنهاية هي الموت. ميت كما مات الأنبياء، سيموت هذا العبد، وسيترك الأموال والأولاد والزوجات، ولن يذهب معه إلا العمل. فإن كان عمل خير وجد ما يسره، وإن كان عمل سوء وجد ما يسوءه. فإلى متى غفلة الإنسان والبعد عن اكتساب الأعمال الصالحة؟ إن خوف الله جل وعلا هو دليل الإيمان والتقوى يا إخوان، ومبشر بنجاة العبد وسلامته من الآفات والبلوى، ويقرب العبد إلى ربه. وكلما كان العبد لله أخوف كان لله أقرب. وحري بالمسلم أن يتعلم الخشية لخالقه، وأن يعاشر من هذا وصفه، فإن في قربه غنيمة. ولذلك إخواني رحمكم الله، اعلموا أننا وإياكم عما قريب عن هذه الدنيا راحلون، وعلى الآخرة مقبلون، وعلى الله جل وعلا واردون. فجملوا أعمالكم بالإخلاص، وتوجوها بالتوبة والإنابة، ولا تكن الذنوب حاجزا لكم عن التوبة. فأحسنوا الظن بربكم جل وعلا وخالقكم الذي هو أرحم بكم من الوالد والولد.